بس ايه حبك في قصة اصلا التحكيم؟ يعني ليه؟ انا ده اللي انا عايزه اعرفه، ولا هي جت تدريجيا؟ والله هو طبعا في الاساس كان وليد الصدفه، لكن هو حبي للمجال الرياضي بصفه عامه، سواء دراسه سواء تحكيم، فهو اي حاجه في الفيلد في الرياضه فانا اوكي وكنتي ام اصلا جو يعني. كنتي بتلعبي رياضه معينه وبرضه انا كنت بلعب سباحه وبلعب تنس، وده كان تخصصي كمان في الكليه. على مستوى محترف ولا لا لا، كان؟ على مستوى بطولات الجمهوريه لا، اوكي ما وصلتش لمستويات عليا يعني. حلو قوي. طب لو اتكلمنا عن رفع الاثقال تحديدا، لان احنا عندنا شباب وبنات على الصعيدين بصراحه محققين نجاحات رائعه جدا، حاجه كانت برضو مش كومن في مجتمعنا او ما كناش معتادين عليها، او ابتدينا مؤخرا نلاحظ ده بشكل كبير. فبتشوفي التطور اللي حصل ده ازاي، وازاي ممكن نكمل ونبقى افضل بكتير كمان؟ والله خليني اقول لحضرتك اني بصفه عامه اني مصر عموما بتشهد طفره في الرياضه كلها. صحيح. الدعم الرئاسي للرياضه ولبناء مصر الحديثه اللي هي يعني حتى في اهداف التنميه المستدامه، ان الرياضه هي بتستخدم وسيله للتنميه والسلام. وجود دكتور اشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضه على راس المنظومه، وهو راجل اكاديمي وتنفيذي في نفس الوقت، ده اضاف كتير جدا جدا للرياضه المصريه بصفه عامه. قبل ما اتكلم على رياضه رفع الاثقال، دايما الجانب الاكاديمي بينقصه الجانب التنفيذي، ولو عندنا قياده تنفيذيه بيكون ينقصها الجانب الاكاديمي، لكن الحقيقه تتوفر في دكتور اشرف صبحي الشقين، الشق الاكاديمي والشق التنفيذي، فده ساعد كتير جدا على يعني بزوغ الرياضه المصريه في التوقيت الحالي. دي اول نقطه. تاني نقطه بالنسبه للرياضات الفرديه زي رفع الاثقال، دي كانت بيقال عليها الرياضات الشهيده، اللي هي يعني ما كانش لها سبورت قوي، معظم الناس حقها مهضوم الى مش الكلام ده. مش في الوقت الحالي، احنا في الوقت الحالي شايفين طفره على مستوى الالعاب الفرديه كمان بصفه خاصه. صحيح. في الوقت الحالي. صحيح. فحته الالعاب الشهيده دي كانت من فتره وجيزه، ولكن الحقيقه بجهود برضو وزاره الشباب والرياضه، معلش انا بنت وزاره الشباب والرياضه، ف ماشي معلش بس حقيقه دي الابطال، ما هو برضو طبعا الوزاره ليها دور والابطال ليهم دور، لان يعني باقل امكانيات بيقدروا يحققوا أكيد نجاحات كبيره يعني. اكيد اكيد هقول لحضرتك على طبعا دور الابطال ودور الجنود المجهولين من مدربين ومن منظومه رياضيه كامله، من مدربين حكام اداريين بالزبط. اولياء امور واهالي للاعبين دول بيلعبوا وراهم. بس بالنسبه للشباب والرياضه، في حته ان يعني الناس كان عندها الالعاب الجماعيه وكره القدم، النهارده لا، الناس بقت بتقول العاب القوى، بقت بتقول تنس الطاوله، بقت بتقول رفع الاثقال، ودي كانت خطه ممنهجه يعني بدات فيها الوزاره في ان هي تعمل نشر وتوعيه وتوسيع قاعده ممارسه للالعاب الفرديه. بالإضافة إلى أن مصر طول عمرها من قديم الأزل في رياضة رفع الأثقال تحديدا عندنا أسماء رنانة على مستوى العالم، زي خضر التوني وزي شمس، يعني كتير كتير من الأبطال، أنا مش عايزة أعدد أسماء عشان ما أغلطش أو ما أنساش اسم حد، وبيستر المستقبل الحالي الأبطال اللي احنا سمعنا عنهم زي محمد إيهاب وزي سارة وزي محمود حسني في بطولة المكسيك. فالحقيقة مصر ولادة في مجال رفع الأثقال وبيشهد لينا العالم بده يعني.